مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل. بالارقام والتحليل بنتابع اداء مؤشرات البورصه المصريه، مؤشرات البورصات العالميه، اخبار البترول واخبار الاقتصاد العالميه المختلفه. اليوم الاثنين، ثاني جلسات هذا الشهر في البورصه المصريه، ثاني جلسات هذا الاسبوع، وثاني جلسات الربع الجديد في هذا العام المالي. نبدأ من البورصة المصرية، حيث وصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع ومكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات يوم الاثنين. قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.17% لينهي التعاملات عند مستوى 17,056.89 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 1.88% من قيمته ليسجل 2,943 نقطة. زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.4% ليسجل 4,388.85 نقطة. هذا وقد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير وسط عمليات شراء قوية من جانب شرائح المستثمرين المختلفة على الأسهم في ظل التوقعات بتعافي الأداء الاقتصادي، في ظل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة مع التفاؤل بالقرارات التي صدرت عن القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية المتعلقة بأسعار الفائدة والشهادات الادخارية. حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 19.3 مليار جنيه، ليصل إلى 1,088,000,000 جنيه. بعد تداولات كلية بلغت ب 6.2 مليار جنيه، منها 3.8 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين، وبالإضافة إلى سوق وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه. ومن البورصة المصرية إلى البورصات العربية، بورصات الخليج، حيث أغلقت معظم أسواق الخليج الأسهم، أغلقت الأسهم على ارتفاع اليوم الاثنين مع صعود أسعار النفط، بعدما أعلنت مجموعة أوبك بلس المزيد من تخفيضات الإنتاج في خطوة لم تكن متوقعة. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية ب 1.6% مدعوما بقفزة نسبتها 5.9% لسهم بنك الرياض، وارتفاع سهم شركة روتال للتطوير العمراني ب 1.2%. المؤشر الرئيسي لبورصة دبي أغلق مرتفعا ب 9% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي ب 3.2%. كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي ب 8%. المؤشر القطري أغلق مرتفعا ب 2% منهيا سلسلة خسائر امتدت لثلاث جلسات، بعد أن ارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج ب 3.7%. هذا وقد افتتحت بورصة وول ستريت الأمريكية، فتحت المؤشرات الرئيسية فيها منخفضة اليوم الاثنين بعدما أعادت قفزة في أسعار النفط أعادت المخاوف من التضخم، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أو المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل المقرر في شهر مايو. المؤشر داو جونز الصناعي تراجع ب 28.37 نقطة أو ما يعادل 9% إلى 33,245.78 نقطة. المؤشر ستاندر أند بورز 500 فتح منخفضا ب 7.11 نقطة أو ما يعادل 17% عند 4,102.2 نقطة. كما هبط المؤشر النزداك المجمع ب 75.81 نقطة أو ما يعادل 62% إلى 12,146.9 نقطة، وكل ذلك مع افتتاح البورصات وما زلنا في انتظار الإغلاق الذي سيؤشر على أداء البورصات الأمريكية. أما في أوروبا فقد ارتفعت الأسهم بعد أن أنهت ربعا متقلبا على ارتفاع مع صعود أسهم شركات النفط القيادية. ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب 1% في أول جلسة تداول، ف
في الربع الجديد بعد تحقيق مكاسب متتالية في الربعين الماضيين. وكانت أسهم شركات النفط والغاز من أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية، حيث صعد مؤشر القطاع ب 3.6% مقتربا من تسجيل أفضل يوم له في 4 أشهر كاملة. في بورصة طوكيو للأوراق المالية أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع هي الأخرى، مقتفية أثر الصعود الذي شهدته وول ستريت أمس، مدعومة بمكاسب الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط إثر الخفض المفاجئ لإنتاج النفط من تحالف أوبك بلس. مؤشر النيكاي زاد ب 52%، كما صعد المؤشر توبكس الأوصان الطاقم ب 71%. قبل أن ننتقل إلى مجموعة جديدة من أخبارنا الاقتصادية، دعوني أتابع أداء البورصة المصرية والبورصات العالمية والخليجية منها أيضا مع الأستاذ محمد عبد الهادي خبير أسواق المال. أستاذ محمد تحياتي وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ حسام، وأهلا بقناة النيل، وأتمنى لكم كل الخير والنجاح. شكرا لك. يعني تاني جلسة في هذا الربع وفي هذا الأسبوع وفي هذا الشهر، وارتفاعات قوية واستكمالا للارتفاعات أعتقد بداية الشهر الجديد، يعني كيف تتابع أداء البورصة المصرية الآن وارتباطها أيضا بالبورصات العالمية؟ بس دعنا نبدأ بالبورصة المصرية. طيب، هو احنا البورصة المصرية بالمناسبة كان يوم الخميس كان رأس المال السوقي كان عامل 1.049 تريليون، احنا النهاردة زي ما حضرتك أشرت 1.088 تريليون، يعني احنا في خلال الجلستين ربحنا ما يقارب من حوالي 39 مليار، وده مش شيء يعني احنا كنا متوقعين ان البورصة المصرية تبدا في صعود متواصل، لان اسعار الاسهم المصريه منخفضه القيمه بالمقارنه بكافه الاسواق العربيه والعالميه. وبالتالي هذا الارتفاع احنا متوقعين ان المؤشر الرئيسي يرتفع اكثر من 17000 ويوصل على المدى القصير 18000، وده دعما بعده اسباب. اولا النهارده البورصه المصريه ارتفعت بالقيادات، يعني احنا عندنا في اسهم قياديه زي البنك التجاري ارتفع ارتفاعات قويه، زي بعض الشركات الموجودة في المؤشر التلاتيني زي السويدي زي سيدي كرير وخلافهم. إذن المؤشر التلاتيني بالأسهم القيادية هي اللي بدأت تدعم المؤشر المصري في ارتفاعاته في جلسة اليوم، خاصة إن احنا عندنا أخبار قوية لبعض القطاعات. يعني أعلنت البنك المركزي يوم الخميس عن الفايدة، وارتفعت الفايدة في مصر 19%. وبالتالي ده بيدعم قطاع كبير في البورصة المصرية وهو قطاع البنوك. عندما ترتفع أسعار الفايدة فبيدعم قطاع البنوك في البورصة المصرية، وده قطاع قوي بيدعم البورصة. طيب خلينا قبل ما نسيب الفايدة وقطاع البنوك وقبل ما ننتقل إلى باقي القطاعات، يعني من المتوقع دائما مع رفع أي بنك مركزي لأسعار الفائدة، وطبعا ده واكبه ظهور بعض الشهادات الادخار 3 سنين ب 19%، يعني أعلى من النسب اللي كانت موجودة 16% وغيره، كان دايما الناس بتتوقع أن تتوجه الأموال إلى البنوك وتهدأ أعمال البورصة، لكن النهاردة شفنا ارتفاع، فهل ده ارتفاع مؤقت وإن بعد كده سيتم امتصاص هذه الأموال بشكل تاني، أو شهية المخاطرة هتقل عند المشاركين في البورصة ويدخلوا في الشهادات الادخارية؟ أنا بؤكد لحضرتك أن العلاقة العكسية التامة بين الشهادات والفايدة والاستثمار في البورصة هي علاقة عكسية، بمعنى عندما يصدر شهادات أو ترتفع الفايدة بتقلل من شهية المخاطر لدى المستثمر، وبالتالي وجدنا هذا لم ينفعل أو لم يتفاعل معه المستثمر المصري في جلستي الأحد والاثنين. وبالتالي أنا عاوز أقول لحضرتك أن الأسواق المالية بتتحرك وفقا للتوقعات وليس للواقع الفعلي، بمعنى ان الاحتياط الفيدرالي عندما زود سعر الفايده ربع في اخر اجتماع كان بناء على الفعلي وارقام التضخم، ولكن كان عكس المتوقع. اذا اللي انا عاوز اشيره ان كان كافه المستثمرين كانوا بيتوقعوا ارتفاع الفايده باعلى من الرقم المحدد في البنك المركزي، بالإضافة إن كان كل الأخبار والإشاعات بتقول
او في مسار ان في شهاده اعلى بكثير من الشهاده التي صدرت، وعندما وجد المستثمر ان الشهادات التي صدرت باقل من المتوقع بدا يتجه نحو الاستثمار الاخر، هو الاستثمار في البورصه المصريه اللي هي فعلا بتدي عائد اعلى من 19%. اذا نوعيه المستثمر هي نفسها ونفس القواعد الاساسيه في عمليه ارتفاع الفائده، ولكن دي كانت فائده غير متوقعه للمستثمر، وبالتالي وجب ان الاستثمار في الاسهم يعطي عائد اكثر من يعطي عائد اكبر. نعم. طيب خلينا ننتقل طبعا على البورصات العالميه وبورصات الخليج. بورصات الخليج لها وضع مختلف طبعا لان الطاقه والبترول، وبعد الخفض المفاجئ لاوبك بلس لاسعار النفط، خفض المفاجئ لانتاج النفط رفع الاسعار، فبورصات الخليج كلها مرتفعه بسبب الارتفاع، لكن شايفين على العكس بورصه وول ستريت النهارده منفتحه منغلقه بعد ما زياده مخاوف من ان الركود سيستمر لفترات اطول. طيب انا عاوز اقول لحضرتك ان البورصات العربيه بتتحرك حركه ايجابيه مع ارتفاع اسعار النفط. نعم. اذا يبقى اسعار النفط عندما تم خفض اوبك بلس للانتاج ب 1.65 مليون برميل يوميا، ده ساعد على ارتفاع اسعار النفط عالميا، وبالتالي كافه موازنات الدول الخليجيه في مصلحه ارتفاع اسعار النفط عالميا. نعم. وبالتالي بتتحرك وفقا لتحرك اسعار النفط ونتائج اعمال الشركات. نعم. ولكن وجدنا ان هذا القفز من اوبك بلس بيؤدي الى توقعات بارتفاع التضخم عالميا، وبالتالي وجدنا الاسعار البورصه الامريكيه النهارده في انخفاض، لان هتواجه معنى ذلك وزيرة الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم، وجيروم باول وكافة الرؤساء الأمريكيين الخاصين بالخزانة الأمريكية وخلافهم أعلنوا أن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وبالتالي هيؤدي إلى مزيد من رفع الفائدة أعلى من 5%. نعم. إذن ده غير صالح الدولار اللي هو انخفض النهاردة ل 102.8 دولار، وبالتالي ادى الى ارتفاع شهيه المستثمرين لدى الاستثمار في الاسهم وفي الذهب، وعشان كده وجدنا الاستثمار او اسعار الذهب ارتفعت، واسعار الاسهم النهارده بدات تنخفض وفقا لانخفاض سعر الدولار. عايز اسالك سؤال استاذ محمد وتوقعاتك ليه، يعني احنا شايفين توجهات عالميه الان للإقلال من استخدام الدولار كعملة عملة تبادل عالمية، شايفين السعودية بتتفق مع الصين على اليوان، والصين والبرازيل تتفق بالتبادل باليوان والريال، يعني شايف ان في توجه للتخلي عن الدولار والتخلي عن الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والسياسية؟ بالطبع يا استاذ حسام، لسبب واحد، اننا نرجع بالقديم الى اتفاقيه برايت وودز سنه 1944 ونكسه او صدمه نيكسون سنه 1973 عندما ابدل او عدم ابدال الدولار بالذهب، فالعالم كله يعلم تماما ان الاقتصاد العالمي لن يدوم فيها التداول بالدولار، وبالتالي زي ما انت حضرتك احنا عملنا اتفاقية مع عدة دول اخرى بالتبادل التجاري بيننا وبينهم من غير الدولار. الهند وروسيا حاليا بيتبادلوا بالعملة الغير دولارية، وبالتالي انا شايف ان في تكتلات كبيرة جدا لعدم هيمنة الدولار في الفترة القادمة. نعم. الاقتصاد العالمي سوف يتم التغيير او هيتغير وفقا للمتغيرات الجديدة، وهذا هو المتوقع دون هيمنة الدولار عليه. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الهادي خبير اسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التعليق وهذه المشاركة. وقبل أن نختم إليكم واحد من أهم الأخبار الاقتصادية التي أثرت على البورصات العالمية وعلى أسواق الذهب أيضا، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم لتسجل أكبر زيادة يومية منذ نحو العام، بعد أن تسبب إعلان مفاجئ لتحالف أوبك بلس بخفض الإنتاج بقدر أكبر
تسبب في ارباك الاسواق جميعا. خام القياس الاوروبي المعروف بمزيج برنت ارتفع وقفز ب4 دولارات مره واحده الى 83.89 دولار البرميل، كما زاد الخام الامريكي ب4 دولارات هو الاخر او ما يقدر ب 5% الى 79.39 دولار للبرميل. وبهذا الخبر مشاهدينا الكرام وهذا التحليل لأداء البورصات العالمية وبورصة مصر التي ارتفعت بشدة اليوم، نتمنى لها الاستمرار في ذلك. ننهي حلقتنا اليوم من مؤشر النيل، دمتم في أمان الله، مع تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عاطف، إلى اللقاء.